الفيديو اللي فات كنا عملنا البروجكت ده، دلوقتي احنا عايزين نعمل له ابجريد انه يبقى بيستخدم شافت انجن. But we just need to go back to the home page بتاع شافت انجن. If we follow ال 10 minute video ده، هنلاقي ان هو خلال هذه التوتوريال بيرفير للسكشن اللي اسمه important links. السكشن اللي اسمه important links ده فيه شوية حاجات احنا هنحتاجها. اول حاجة اسمها ال configuration manager، تاني حاجة اسمها جافا دوكس، في شوية تيست اكسكيوشن ريبورتس برضه هوريها لكم كمان شوية، وآخر حاجة هو السامبل بروجكت اللي بيستخدم شافت انجن. السامبل بروجكت هي دي بتبقى غالبا نقطة البداية لأي حد جديد عايز يستخدمه. وبندخل هنا على السامبل بروجكت ده بنلاقي فيه بام اكس ام ال، بدخل على البام اكس ام ال فايل وببتدي من أول البروبرتيز لحد آخر الفايل، بياخد الكلام ده كله كوبي واروح للبروجكت بتاعي انا. once again من اول البروبرتيز لحد اخر الفايل بعمل ريبليس. طيب السؤال هنا هيكون، طب هو انا هشيل الديبندنسيز بتاعتي، طب ما كده البروجكت الموجود عندي هيبوظ او الكود اللي انا كاتبه مش هيشتغل. actually لا، لان زي ما اتفقنا هو شافت انجن في الاخر is not an invention it's an innovation، فهو في الاخر بيستخدم نفس الحاجات اللي موجوده بس بطريقة مختلفة. ف I don't need to replace I don't need to keep any of those. I need to remove them completely وأعمل paste للكود اللي أنا أخدته. once أنا عملت paste للكود اللي أنا أخدته definitely I need to do control S عشان أسيف الفايل، وأعمل fresh عشان يبتدي يلود الchanges ديت، يبتدي يشوف لو في أي dependencies محتاج إن هو يعمل لها download، فيبتدي يعمل داونلود لل dependencies دي as we can see here. استنى لحد ما يخلص خالص. I'm in no hurry. المعلومات المهمة اللي محتاج اعرفها ان شافت انجن دايما بيحصل فيه updates. It always helps ان انا اتشيك اللينك دوت عشان اشوف ال latest version بتاعة شافت. It also helps ان انا لو رجعت ال project نفسه بتاع شافت انجن اقدر اعمل هنا star او watch. once ان انا بعمل star او watch، او لما يبقى فيه release جديد بيدعتلي notification بالreleases الجديدة، بيدعتلي notification بالpull requests الجديدة اللي بيحصل لها creation. definitely لو في أي issue كنت فاتحها بيدعتلي notification بالprogress اللي حصل في الissue ديت، has it been resolved or not yet. الستيب اللي بعد كده زي ما اتفقنا إن there is a bug موجود في IntelliJ، فI need to add listeners دي عشان يقدر IntelliJ يتعامل مع شافت انجن بشكل سليم. listeners دي اسمائها موجوده في كذا مكان. اول حاجه تحت هنا هلاقي اسمائها موجوده، انا محتاج اد الثلاثه listeners دول alter sweet invoked method sweet listener. additionally لو دخلت على الهوم بيج او الريدمي بتاع using شافت انجن هبتدي الاقي step by step tutorial موجوده تحت هنا بالايرور اللي ممكن يظهر لي لو نسيت ان انا احط listeners، وازاي ابتدي اعمل edit للrun configurations واحط listeners دي one by one. I have some screenshots. I have some text موجودة تحت. And if I want to cheat I can always copy اسماء listeners من هنا لاني احتاج الفولي qualified name بتاعه. simply speaking بروح هنا عند run configuration، بعمل edit configurations، بديليت اي حاجة موجودة عندي هنا، ابتدي اعمل edit configuration templates، بدخل على test ng، بدخل على listeners وبدوس add. هنا بحط اسم listener اللي انا ببقى عايزه، okay. apparently هو لسه ما خلصش downloading وبالتالي هو لسه مش لاقي listener. تعالوا نرجع استنى لما يخلص. still indexing the files. okay now we're done. يلا بينا مرة كمان edit configuration، نمسح اللي موجود، edit configuration templates، test ng، listeners، add،
this time شافها نقدر ان احنا نقول له اوكي كان اكتب دوت asterisk هيدور المفروض ان هو يلاقي لي الثلاثه listeners اللي موجودين sometimes بياخد وقت طويل I can just apply okay okay وياخد التاني اسمه sweet listeners التالت اسمه invoked method listeners خدهم مع بعض copy مش تاني جوه edit configuration template test ng listeners add المرة دي I will add the first one هو sweet listener وبعدين I will add the second one invoked method listener كده بقى عندي التلاتة apply okay okay كده خلصنا configuration project setup has been complete هقدر ارجع للtest class بتاعي واقدر execute نفس التست method اللي انا كتبها I can observe ان مفيش اي errors موجودة في البروجكت which means ان الويب درايفر مانجر سيلينيوم ويب درايفر تست ان جي dependencies اللي انا كنت بستخدمها في البروجكت القديم كلها ما زالت موجودة accessible through shaft هبتدي نوتس ان في حاجات مختلفة ابتدت تظهر في الكونسول لوك تحت نتكلم عنها كمان شوية تست اكسكيوشن خلص once ان التست اكسكيوشن خلص هبتدي اوبزرف ان في شوية حاجات اتغيرت اهمهم ان في تست اكسكيوشن ريبورت اتفتح اوتوماتيكلي انا مغيرتش اي حاجة في الكود القديم اللي انا كنت كاتبه في مشروعي القديم however التست اكسكيوشن ريبورت ده is the first sign ان انا كده ابتديت استخدم شافت وده is generated by listeners بتاعت شافت اللي بتشوف بالظبط التست كيسز بتكابتشر الديوريشن بتكابتشر سم متريكس عن الاكسكيوشن وبتعرضه لي اقدر ادخل جوه التست سوت ده اسم البروجكت بتاعي is untitled الباكج والكلاس الميثود وجوه الميثود دي there is nothing in the test body يعني I'm not using shaft لسه انا كده بس عملت البيسك ابجريد للبروجكت بتاعي عشان يبقى بيستخدم شافت معنى كده ان التست كيسز القديمه بتاعتي ممكن تفضل شغاله از از بدون محتاج اعمل فيها اي تغيير however اقدر اكتب التست كيسز الجديده بالسنتكس بتاع شافت definitely I can go here عشان اشوف الاكستنت ريبورت الاكستنت ريبورت is a much lightweight version من الالور ريبورت او يعني هي برضو it's a different reporting framework بس it's much lighter وال HTML file ده اقدر ابعته لحد في الايميل برضو بيوريني summary وديتيلز عن الاكسكيوشن زي اللي موجود في الالو ريبورت بالظبط كده اقدر ابتدي استخدم السينتاكس بتاع شافت